ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الهدف من العبادة ماذا؟ التقوى. وهذا مثال الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الهدف من الصيام التقوى. الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تجعل وقاية من الفحشاء والمنكر. الحج، لا ينال الله دماؤها لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كل العبادات ها. وهذا طبعا عندما ننظر إلى هذه الآيات وننظر إلى الغايات السامية في القرآن نجد تفاصيل هذه في القرآن وتنظيم القرآن بهذا الشكل. هذه المنظومة تتفق وتنسجم المنظومة العبادية مع الأهداف ومع الغايات البعيدة. فقد يقول قائل إذا هدفنا أن نصل للتقوى خلاص يعني؟ لا، أيضا التقوى هدف مرحلي بهدف أسمى وأبعد، والقرآن يبين ذلك. يقول تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا الهدف من التقوى ماذا؟ العلم. الهدف من التقوى أنت كل هذه المقدمات أن تعمل بالعبادة وتتقي وكذا لتصل إلى العلم. أي علم؟ العلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات أو القانون أو المحاماة أو لا، العلم بالله، معرفة الله. كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت من خلقه كي أعرف. كي يصير عندك أيها المخلوق علم بالله.